السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل أحبائنا الكرام وأحبائنا في كل مكان. نطل عليكم من قناة الصحة والجمال، برنامج الراصد، حلقة جديدة من الراصد، الراصد المصري، الراصد الوطني، الراصد لكل أنحاء الوطن العربي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة قوية ومهمة. حلقة اليوم هي حق الشعب، حق الشعب المصري. ليس حق الشعب المصري أنه مظلوم أو محبط أو، ولكن لازم كل واحد فينا يبقى ليه دور، لازم كل واحد فينا يبقى عارف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه. ولكن هناك أي نعم ممكن يكون في ضغوط علينا، ولكن دي فترة وإن شاء الله بإذن الله هتعدي ويبقى للأحسن، وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل. عندنا النهاردة فقرات كبيرة وفقرات قوية جدا. عندنا إزاي الأراضي الزراعية تم دلوقتي تبويرها وبقى في بناء على الأراضي الزراعية، عايزين الاشغالات في الطريق، التكاتك اللي انتشرت بشكل كبير جدا جدا. ولكن اهم حاجه واللي عايزين نركز عليها هي اين الدور الديني التربوي في مصر. للاسف الشديد دلوقتي شبابنا بقى ينقصهم كتير جدا جدا من التربيه، عشان كده عايزين نقول ان ربوا اولادكم وربوهم التربيه الصحيحه، علشان ما نوصلش لمرحله دلوقتي عندنا 10 سنين و15 سنه و16 سنه و20 سنه، للاسف الشديد معدل الجريمه بالنسبه لهم زاد برغم التفوق التعليمي والتطور التعليمي التكنولوجي، ولكن للاسف الشديد استخدمناه استخدام خاطئ، مما اثار البلبله في الايام الاخيره للجريمه ومعدل الجريمه ومعدل البطاله. النهارده ضيوفنا محترمين هيكونوا معنا ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل. اسيب كلمه للمستشار لطفي فياض. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن ظاهرة القتل بين الصبية وعلاقتها بالمخدرات وعلاقتها بالفن الهابط وعلاقتها بالتلوث السمعي في الأغاني الهابطة. تحدثنا كثيرا عن بعض السلبيات وبعض الإيجابيات الموجودة داخل المجتمع المصري. نشكر كل الشكر والتقدير أستاذ حاتم الأستاذ هاني شاكر. تم إيقاف أكثر من 7 ممن يسمون أنفسهم بالمطربين، تم إيقافهم تماما عن الظهور في الأغاني أو كمان الملاهي أو الحفلات الغنائية. فبصراحة شكر جزيل، كل الشكر والتقدير للأستاذ هاني شاكر. طبعا عايزين النهاردة نتكلم يا أستاذ حاتم عن البطالة، عن التعليم السيء، عايزين نتكلم عن مجلس الشعب وكيفية محاسبة الحكومة، وهل هناك مجلس شعب حقيقي يحاسب الحكومة ولا لا؟ عايز أقول لحضرتك المستشار لطفي فياض إنك حضرتك بتتكلم عن مواضيع كنا بنتكلم عليها في السابق في الإعلام، بس كان إمتى؟ كان أيام ما كان عندنا إعلام بيقول في عندنا نواقص معينة نعملها. مفيش حد دلوقتي بيتكلم على البطالة، مفيش حد فعلا بيتكلم دلوقتي عن حقوق المزارعين، مفيش حد دلوقتي بيتكلم عن حقوق العمال، مفيش حد بيتكلم عن حاجات كتير جدا للشعب المصري. بس في فرق انك يا سيادة المستشار لما تيجي تطلبها بطريقه بناءه، مش تطلبها بطريقه الهدم، يا اما اخد حقي يا اما اموت، يا اما اخد حقي يا اما اكسر، وده خطا كبير جدا. فطبعا المستشار لطفي فياض انه بيتكلم في نقطه مهمه جدا، حقوق الشعب المصري، ولكن ازاي نطلب بحقوقنا؟ هو ده. وعايزين نتكلم برضه يا استاذ حاتم عن دور الاعلام وكيفيه التوعيه. يعني احنا ما عندناش اعلام صادق، ما عندناش اعلام واضح، ما عندناش اعلام هادف. كل الاعلام اللي عندنا كابتن حاتم موجه في اتجاه واحد اللي هو مجامل للحكومه على طول، ما فيش انتقادات. يبقى هنا في توعيه ازاي كابتن حاتم؟ عايزين نوعي الناس، عايزين نفهم الناس ان احنا طول ما احنا ماشيين على سيمتريه واحده، ان النهارده الشعب هيكرهنا، النهارده الشعب هي احنا بنترك مساحات فارغه كبيره يا استاذ حاتم. تمام. للدول الخارجيه ان هم يخشوا، لان ما عندناش معارضه. صح. احنا ما عندناش معارضه، فاذا الاعلام نفسه ما فيش سلبيات بيذكرها، يبقى احنا بنسيب مساحات للدول الخارجيه والعوامل الخارجيه يا استاذ حاتم ان هي تتدخل في سلبياتنا، وفي ان هم يكونوا قريبين من الشعب المصري، يكونوا قريبين من الشباب. انت ذكرت حاجتين مهمين جدا سيادة المستشار، ان فعلا عندنا حاجتين من النواقص الرهيبه لينا جدا. اولا وهي التوعيه الاعلاميه، واصبح التعليق الاعلام دلوقتي بقى داخل كل بيت، بقى الاعلام دلوقتي واصل كمان للموبايلات والتليفونات في الشوارع. يعني مش مستني ان انا اروح البيت عشان اتفرج على التلفزيون واشوف برنامج معين، الخبر بقى بيوصلني بسرعه. يبقى اذا الاعلام فعلا لابد
ان احنا يكون عندنا، هل ممكن يكون في يوم من الايام وزاره الاعلام ترجع من اول وجديد سياده المستشار؟ اكيد ده اللي احنا بنأمله في الفتره القادمه استاذ حاتم، ان يكون في اعلام هادف، ان يكون في اعلام يوجه الشعب نحو الطريق الصحيح، اعلام اللي هو يذكر يعني يظهر السلبيات في المجتمع المصري، مش عايزين نذكر الايجابيات فقط لا غير استاذ حاتم، لان دي مشكله كبيره احنا مش مدركينها لغايه دلوقتي، ان تركيا والناس اللي بره دول طول ما احنا سايبين فراغ في الاعلام المصري بندي لهم فرصه ان هم يتدخلوا. يا كابتن حاتم حاجه كمان برضو ست المستشار ذكرتها مهمه جدا، وهي المعارضه مش لازم ان انا عشان اكون معارض ان انا اعارض طول الخط، ان انا اعارض على كل حاجه، ان انا اعارض على كل المواضيع، لا، المعارضه مش معناها يا ابيض يا اسود، في لون في الوسط، اللون ده اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام قال الوسطيه، الوسطيه دي هتريحنا كتير فيما بعد. كل ده هنعرفه بس امتى؟ بعد الفاصل ومع ضيوفنا. هنخرج لفاصل بسيط ونستقبل ضيوفنا وخليها مفاجاه، نخرج لفاصل بسيط ونرجع لحضراتكم مره تانية. رجعنا لحضراتكم في اول فقره لينا مع ضيوفنا الكرام، اللي خلاص المستشار لطفي فياض هيبقى النهارده ضيف، وضيف بقى فاتح ملفات مهمه. فطبعا رجعنا لحضراتكم مره تانية، وبنشكر طبعا ضيوفنا وبنشكر طبعا فريق العمل المحترم على شغلهم ومجهودهم الجبار النهارده في تاني حلقه من برنامج الراصد قناه الصحه والجمال. كل الشكر والتقدير لكل فريق العمل. يسعدني ويشرفني ان يكون في اول فقره من فقرات البرنامج اليوم المستشار لطفي فياض، المحلل الرياضي والمستشار القضائي. اهلا وسهلا بيه النهارده طبعا معانا في البرنامج. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. طبعا في المناظره بقى القويه ما بينهم، يسعدني ويشرفني ايضا ان يكون معانا النهارده سفير الائتلاف العربي المستشار يوسف سليمان. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، وتحياتي. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. طبعا احنا النهارده عنوان حلقتنا النهارده هو حق الشعب. ليس حق الشعب ان احنا لينا حقوق ولكن بناخدها بالقوه، ولكن الحقوق كلها اللي هي عيشه كريمه متناول الجميع، اللي احنا كلنا كشعب نحس بالطمانينه، في نفس الوقت يكون عندنا مواصلات، يكون عندنا شوارع هاديه، يكون عندنا نظافه، يكون عندنا مستشفيات، يكون عندنا تعليم، يكون 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 مواضيع كبيره جدا. سياده المستشار، النهارده أول مشاكل كبيرة ويمكن قابلتنا كمان وإحنا جايين في الطريق النهاردة التوك توك. أنا عايز أعرف هو مين أصلاً اللي بدع التوك توك في مصر؟ طب اللي بدع التوك توك في مصر هل بدعه أو هو أوجده عشان استثمار؟ عشان في مقابل إن يبقى مصر كلها مليانة توك توك في كل أنحاء الجمهورية؟ طب هل يبقى معقول إن إحنا عندنا على الكورنيش ماشي التوك توك جنب العربيات وجنب العربيات الكبيره والاوتوبيسات، وبص الاقي حاجه زي كده بهدله الدنيا؟ النهارده التوك توك بيوقف اشارات. هل تواجد التوك توك في مصر هو استثمار واستثمار هادف سياده المستشار؟ وجود التوك توك في الشارع المصري اكبر جريمه. اولا اقول لحضرتك على حاجه، هو ما حلش مشكله البطاله، هو زود مشكله البطاله. يعني بدل ما كان عندك العامل المصري مثلا بيطلع يشتغل في اي مهنه زي النقاشه زي اي مهنه حرفيه، النهارده يقول لك لا انا اركب توك توك واعمل لي 100 جنيه في اليوم ولا 200 جنيه في اليوم. فبقت الامور سهله جدا، وبقت شغله البلطجيه بقت ما بقتش شغله الناس المحترمين، لا بقت اغلبيتها بلطجيه وصيع وبتوع البرشام وبتوع المخدرات. مشكله كبيره جدا وعامل مشاكل كبيره داخل المجتمع المصري. كل ظاهرة السرقات في الفترة اللي فاتت كلها أغلبيتها نقول 75% منها ظاهرة التوك توك. واحدة ماشية بشنطة خطف الشنطة وجري، مش عارف إيه حصل إيه، ظاهرة القتل والحاجات دي كلها كلها بسبب أحداثها كلها بسبب التوك توك. ثانيا قفل الشوارع. أستاذ حاتم إحنا جايين من شارع جمال عبد الناصر في حدائق حلوان، أكتر من 600 توك توك في الشارع، تمام؟ الشارع مقفول تماما وجايين عكس الاتجاه. يا ريت مثلا ماشيين في نظام معين، لا تبص لا التوك توك جاي لك طالع لك من يمينك من شمالك من النص، قافل الشارع تماما، قفلوا الشارع تماما اكتر من ساعه عشان نعدي في 300 متر او 400 متر شارع جمال عبد الناصر. في نقطه مهمه جدا يا استاذ مشار، كل حاجه موجوده اذا كانت ليها سلبيات 100% فاكيد ليها ايجابيات 10%. هل التوك توك ممكن يبقى ليه ايجابيه واحده، انه بيمتاز ان هو ممكن يخش في حارات صغيره، شوارع صغيره، انقاذ مريض، ولد متاخر على مدرسته، الحاجات دي كلها؟ ما عندناش مانع يا استاذ حاتم ان التوك توك يشتغل، ولكن ما يشتغلش في الطرق العموميه.
يعني اشتغل داخليا ماشي في داخل الشوارع الداخليه يعني اذا الشوارع الجانبيه تقنين يعني الاماكن الشعبيه او في الارياف اللي هي محافظات الارياف بالظبط عايز تقول كده اه يعني ما اشتغلش في الشوارع العموميه الشوارع العموميه بيقفل الشوارع تماما تمام بيعمل كارثه مشاكل وطبعا ناهيك بقى عن قلة الأدب والسفالة الأعمار السنية المتفاوتة اللي هم بيقودوا التوك توك نفسه بالظبط كده ولا طبعا رخصة ولا الكلام ده كله فمعدل الجريمة ما فيش تقنين ما فيش حاجة مقننة بالنسبة له كويس يعني معنى كده الكلام اللي بيقوله المستشار لطفي فياض هو حاجة طبعا احنا لما بنيجي حتى نقضي على حاجة معينة أو إن احنا نقلل منها مش هنعمل زي اللي يجي يقول إيه نخش على مؤسسة بالكامل نفضيها كلها ونجيب ناس جديدة تشتغل ده خطأ كبير جدا هي المشكلة في حاتم كمان يعني احنا كان عندنا رئيس حي في حدائق حلوان تمام رئيس حي كان شغال شغل جامد جدا يعني انا نفسي شفته بعيني يعني الكلام ده انا لاحظته تماما على ارض الواقع على ارض الواقع راجل حارب الفساد راجل ازال مباني مخالفه للقانون على كورنيش النيل على كورنيش النيل ودخل حدائق حلوان ودخل حلوان ودخل المعصره تمام وعلى الكورنيش نفسه ازال مباني عمل طرق كويسه جدا ابتدى يشتغل بطريقه جميله جدا تمام تمام شال مثلا ما يقل عن مش هقدر اقول لك عدد ولكن في على ارض الواقع في دم نتائج ايجابيه من خلال في من كافيهات من مقاهي من الشوارع ابتدى ينظف الكلام ده كله ولكن فجاه فوجئنا بيه ان هو اتشال من رئاسه الحي طبعا والله انا مالي علاقه بيه تماما ازيد من السلام فقط لا غير يعني اقسم بالله لا لي ناقه ولا جمل في هذا الموضوع انا ما اعرفوش غير ان السلام سلام فقط لا غير سياده السفير يوسف سليمان اتكلم على نقطه اشار ليها المستشار لطفي فياض وهي حاجتين مهمين جدا واحنا بنتكلم على ظاهره التوك توك طلع منها حاجتين البطاله وطلع منها ازدحام الشوارع وطلع كمان حاجه كمان اساسيه وهي المخالفات والبناء على الأراضي الزراعية مما كمان خلى الشكل العام للمدن شكل ما فيش هنا شارع وهنا شارع بقى مش عارفين هل ده شارع ولا مباني ولا أراضي زراعية طبعا تأكيدا الكلام اللي قاله سيادة المستشار لطفي في نقطة أساسية لازم نضعها في الاعتبار وهي الجهات الرقابية كويس جدا إيه دور الجهات الرقابية دلوقتي في وجود التكاتك هي التكاتك دي لما جت في مصر جت من خلال مصالح شخصية ودخلت مصر وتم انتشارها في مصر بصورة سلبية جامدة جدا ماشي تم الموضوع ده وحصل وفي بعض الناس بيعتمدوا اعتماد جزئي على موضوع التوك توك ست كبيرة راجل كبير رايح مستشفى رايح حي في محيط المنطقة بتاعته لكن فين الجهات الرقابية في خطوة اتخذت من الجهات الرقابية ان هم قالوا احنا هنرخص التكاتك وهنديها ارقام بس حتى الارقام اللي كانت مكتوبه على التكاتك ارقام ممكن تتمسح ممكن تتغير ملهاش اي نوع من انواع الاضافه ان يبقى في نوع رقابي من الجهه اللي حطت الارقام دي تمام. طيب دي نقطه النقطه الثانيه اي واحد بيروح يطلع توك توك لو انت تعمل عليه فيشو تشبيه او تعمل بحث جنائي عنه هتعرف ايه هو وضعه لان معظم اللي شغالين في نظام التكاتك دلوقتي يكاد يكون 99% هم يا اما ليهم مسجلين يا اما ليهم اعمال اجراميه وحتى لو كانوا عمال كويسين لما بيخشوا في نطاق العمل دوت بيتاقلموا بالوضع اللي فيه تمام. بيبتدي يتحول بيبتدي يشتم ويبتدي يتعامل معامله سيئه جدا لكن دور الجهات الرقابيه دي تبتدي من الجمارك عشان ما يستوردوش تكاتك جت فتره من الفترات الدوله عشان تقوم ب جهد ايجابي في الموضوع دوت قالت هم هيغيروا التكاتك بعربيات كهربائيه ما خد بالك انت برضه قلت نقطه مهمه جدا عدم استيراد التوك توك لا احنا دلوقتي عشان احنا شعب مبتكر وشعب دايما بنعمل اللي ما اتعملش دلوقتي بنصنع التوك توك عندنا لا يا ريت يصنع ده هو منعوا استيراد التوك توك فبداوا يستوردوه كقطع غيار وبدا يتجمع هنا كويس فبالتالي بقى في انتشار لكم مهول من التكاتك بالإضافة أن الناس اللي بتشتغل عليها ناس مش ذوي أهلية إطلاقاً تمام. أما يجي واحد توك توك وجاي في عكس الطريق ويجي حد يكلمه يكون إنسان محترم هيتعامل معه إزاي هو بيشتمه لا ده ممكن الولد صغير ينزل من التوك توك يعني مش عايز أقولك ممكن يبقى ليلة سودة يعني نهيك طبعاً نهيك طبعاً عن الأوضاع الإجرامية اللي بتتم عند التجمعات السكنية وتجمعات الخدمية سواء بوسطة أو بنك بتلاقي فيه مجموعة من التكاتك هي عينيها مرصودة للناس اللي داخلة وخارجة وده بيأثر بالسلب جدا وبينعكس على عدم وجود الأمان في البلد.
طب احنا دلوقتي البلد بقت ماشيه في نظام ان في امن وامان. لما يجي حاجه زي التوك توك ديت يعمل نقاط سلبيه ان ما فيش امان، احنا ليه ندي سمعه عن بلد، وخاصه ان احنا مرصودين من كل دول العالم دلوقتي على مصر، لان مصر بقى ليها دور محوري في الشرق الاوسط، فاي سلبيه هتحصل فيها هتبان وهتكبر فيها. طب احنا ليه بنساعد الموضوع ده؟ دي نقطه. نقطه المخالفات والمباني على الاراضي الزراعيه، هي المفروض الدوله تعمل ايه؟ يعني دلوقتي اي واحد بنى مخالف، بنى ارض، بنى برج على ارض زراعيه، جت الدوله قالت دلوقتي احنا هنستفيد ايه؟ ان احنا نسجن المقاول دوت. لا، احنا هنعوض المخالفه ديت بدفع فلوس لخزانه الدوله يتم استثمارها لصالح المواطن وصالح الشعب. تمام. في بعض المقاولين تقاعسوا عن دفع الفلوس، وده برضو بيتم من خلال نقص الرقابه. الجهات الرقابيه يا جماعه لازم يكون ليها دور فعال. الدوله مش هتعمل كل حاجه، ومش كل جهه رقابيه رئيس الجهه الرقابيه هو مش هينزل بنفسه، هو تحتيه موظفين، الموظفين دول لو مش هيساعدوه مساعده ايجابيه مفيش اي حاجه هتتعدل في البلد. لكن الدوله دلوقتي اما بصت المنظور الجديد ان احنا عايزين نعمل استثمارات وعايزين نشوف الاراضي المخالفه والمباني المخالفه، ابتدت تضع لوائح خاصه بالمخالفات، والقيم الماليه بتاعتها مش كبيره مقارنه بحجم العائد المادي اللي هيحصل عليه المقاول. انا طبعا بوجه يعني شكري لسيادة المستشار لطفي ان هو اشار نقطة مهمة جدا، موضوع التوك توك، وبرجو من جميع الجهات الرقابية في الدولة انها يعني تعطي اهتمام بالغ. الصور باينة طبعا والشوارع تعطي اهتمام يعني بالغ بقى موجود في الشارع دلوقتي. التوك توك احنا مش عايزين نمنع التوك توك، بس يتقنن وضعه ازاي. كميه التكاتك، كل رئيس حي يجمع التكاتك اللي موجوده بالتعاون مع الاسم اللي موجود او النقطه اللي موجوده، يجيبوا الناس اللي معاها تكاتك يعملوا لها فيش وتشبيه، ويفلتروا نوعيه الناس اللي بتسوق التوك توك، بالاضافه ان هو يقنن وضعه بوضع اسلوب معين للترخيص. احنا يا جماعه طالع من مصر هنا علماء واطباء ودكاتره على مستوى العالم ليس لهم مثيل في العالم، بالزبط. مش عارفين نقنن موضوع التوك توك بوضع قواعد معينه ليه. احنا بس حاتم اتفضل نفعل دور المحليات داخل المجتمع، بس تفعيل صح مش تفعيل قولا وخلاص. لا، مش عايزين نرجع لحته المحليات ومجلس الشعب اللي هي ايه، انتخبني عشان في كذا هتعمل وبعد كده ما اشوفكش خالص تاني. ما هي احنا عايزين نغير الشكل ده يا سيادة المستشار. احنا خلصنا جزء التوك توك عشان نكون قايلين احنا مش عايزين نمنعه، ولكن اتفقنا ان احنا هنقننه، علشان من ساعه ما التوك توك بقى موجود متهيألي ما حدش بقى بيركب تاكسي دلوقتي، واصبح برضو التاكسي ده ما هو ناس بتاكل عيش، دي ناس برضو بتسترزق. ناس لا، هي مش الحسابات مالهاش كده، هي الحسابات بتيجي ايه، ان انت تعطيل المصالح. يعني لو دكتور رايح يعمل عمليه والتوك توك قافل الشارع، طب هنا هيعمل ايه؟ لو في مثلا عربيه اسعاف، عربيه اسعاف معديه فيها مريض رايحه مستشفى ولا رايحه مكان، تقعد ساعه ساعه ونص في شارع في 300 400 متر ولا 500 متر عشان يعديهم. التوك توك في اماكن مخصصه ليه داخل مش بنبص له مثلا ان هو بيعطل شيء على حساب شيء، لا. بس احنا كل ما في الامر عايزين ايه، تفعيل دور الاحياء، الناس والرقابة. الاحياء كابتن حاتم ما بيشتغلوش، رؤساء الاحياء ما بيشتغلوش، والناس اللي في الاحياء ما بيشتغلوش يا استاذ حاتم، كلهم في مرتبات بتروح لغايه البيت عندهم من اصحاب الكافيهات والمقاهي والكلام ده كله، بتروح لهم شهريه كل شهر. جالنا كام رئيس حي في حلوان تقريبا في الفتره الاخيره دي؟ ولا اربعه رؤساء احياء امثالي. انا عمري ما سمعت عن ومش هنقول احنا مش هنظلم رئيس الحي نفسه شخصيا، لا، رئيس الحي ما يعلمش الكلام ده، موظفين. رئيس الحي مظلوم داخل المنظومه، لان بيجي يلاقي موظفين بقالهم 15 سنه و20 سنه هم مأقلمين نفسهم على سيستم معين من ايام الفساد، من ايام الفساد القديم والنظام القديم، فشغالين على هذا النظام الى الان. لكن تفعيل الدور، عايزين نفعل دور رؤساء الاحياء اللي هم جايين جداد، ان هم ازاي يشتغلوا، ان هم ازاي يعالجوا المشاكل. ودي اللي قالها برضو المستشار يوسف، اللي هي الرقابه، وجود الرقابه في كل المؤسسات دي هتفيد اكيد. والاضافه بقى لوجود الرقابه الضمير. انا لو جبت رئيس حي يعني افضل رئيس حي في العالم، والموظفين اللي معاه ما عندهمش المبدأ الداخلي ان انا اتغير عشان افيد المنطقة اللي انا فيها،
والله لما يعمل ايه؟ والله لو عملت صحيح برافو عليك. مش هيعمل اي حاجه. برافو عليك. حاتم حي المعادي فيه 4 أو 5 موظفين محالين للتحقيق بقالهم شهرين او 3 شهور. فيهم ناس مهندسين تمام. ليه وحي المعصره؟ حي المعصره، حي المعصره اتحال فيه ناس. كابتن حاتم حاجه غريبه الشكل. يعني ادوار هو ليه اداريه هو ليه يا سياده المستشار بطريقه متخلفه؟ ليه يا سياده المستشار دلوقتي ان في كل مؤسسه دوله بنلاقي لسه في ناس موجوده لغايه النهارده فيها كده؟ ما انت مش هتقدر تعالج الفساد في يوم وليله، مستحيل. انما نعالجه ازاي؟ توضع خطه، واخد بالك، لاضمحلال الفساد داخل المجتمع. مع العلم الدوله ما تقاعصتش، بمعنى انت ليه بتعمل مخالفه او ليه بتعمل علاقه مع عميل عندك؟ ما هو الحي دوت يعتبر قطاع وفي عملاء، العملاء دول بقى اصحاب محلات، اصحاب كافيهات، ايا كان. بالزبط. ليه بتعمل علاقه؟ عشان تاخد منه قرشين. طب ما الدوله عملت زياده للمرتبات كام مره في الفتره اللي فاتت دي كلها؟ بعدين خلينا واقعيين، الناس اللي جوه الاحياء او الموظفين دي، الموظفين دي دلوقتي الناس اللي تعتبر بتاخد حقها كاملا طبعًا في الدوله. طبعا الموظفين، يعني كل الناس الأرزوقية اللي في الشوارع أعتقد إن دول مش هيتساوي أبداً مع الموظفين اللي بيتعالجوا ببلاش، اللي بيقبضوا، اللي ساكنين. معلش يا أستاذ حاتم، خلينا نتكلم واقعيين. يعني الرئيس أما جه اتكلم في موضوع الفساد. طيب بمناسبة بمناسبة إحنا نتكلم على الأحياء، دخل معانا رئيس حي المعصرة الأستاذ محمد فؤاد. أهلاً وسهلاً بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلاً وسهلاً بحضرتك. هي المفاجأة بتكون معاكم يعني بناء على يعني الجبهه، انا متفاجئ، ولكن رئيس المعصره سابقا. اولا احنا مبدئيا معانا المستشار لطفي فياض والمستشار يوسف سليمان، وكان بالمناسبه بيتكلم دلوقتي المستشار لطفي فياض عن الدور الايجابي اللي حضرتك اشتغلت بيه الفتره اللي فاتت، واستغرب كمان ازاي بعد الايجابيات اللي حضرتك قمت بيها واشتغلت وعملت نطاق كبير جدا ما بين ازالات وما بين واشغالات في الطريق، انه عدم وجود حضرتك في رئاسة الحي. اولا انا احب اتكلم بمنتهى الوضوح والصراحه، هي ايجابيات لابد ان المواطن يستشعرها. هي ايجابيات في الدوله، الدوله بتقدم، الدوله بتستشعر احتياج المواطن، الدوله بتضع اطر وخطط تتناسب مع احتياجات المواطن المصري، تتناسب مع قيمه المواطن المصري، الدوله بتهتم بالمواطن وبالخدمات المقدمه، وفي اطار ذلك تم تنفيذ العديد من المراكز التكنولوجيه لخدمه المواطنين. دي بتقدم للمواطن الخدمه بفصل الخدمة عن مؤديها. حضرتك أصبح في الحي دلوقتي وأحياء كتير جدا من القاهرة بنسبة أكتر من 90% من الأحياء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكان مهيأ في بيئة عمل صالحة يستقبل المواطن في مكان جيد، بيحصل على تيكت للدخول، يعرف الخدمة اللي هو عايزها من شباك معين، وبيستقبلوا مجموعة من الشباب المدربين على أنظمة الحاسب الآلي وعلى البرمجة، بيتعامل معاه بشكل مناسب، بيبقى فيه تواصل بعد تقديم الطلب وتقديم الخدمة. كل ده بنقدر نقول إن ده تطوير وإيجابيات دولة بالكامل، وليس حي وليس محمد فؤاد كرئيس حي بس، لكن كل الزملاء رسائل أحياء بدأوا في تفعيل هذا الموضوع. وأنا سعيد بإن الفترة اللي كنت موجود فيها في المعصرة كان في تفعيل الخدمة وتنشيط الموضوع، البث التجريبي للمركز التكنولوجي ثم العمل الفعلي للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في المعصرة، لقت قبول ولقت استحسان من المواطن اللي وجد مكان يستقبله كويس، مكان فيه شفافية في عرض المستندات المقدمة لكل خدمة من الخدمات. المواطن قاعد وفي برزنتيشن وشاشة بتعرض له تقول له في حالة الحصول على طلب الحصول على خدمة مثلا ترخيص لابد انك تقدم اوراق كذا وكذا، مجرد ان انت تزور المكان وتقعد فيه هتحصل على معلومات كان ممكن انك تسابق بعض الموظفين يخبوا معلومة، لكن لا، النهارده هو شايف بشفافية المعلومة موجودة قدام منه، ازاي يحصل على الخدمة بتاعته، ازاي يتقدم للحصول على رخصة، مجرد هو قاعد ممكن يسيب المكان ويقول انا خلاص اخذت المعلومة، يغادر ويجهز ملفاته ومستنداته اللي طلع عليها من خلال المركز التكنولوجي، بيجي بعد كده مستنداته كاملة يقدمها وياخد نموذج مكتوب فيه المدة الزمنية لقضاء هذه الخدمة والمصاريف الخاصة بهذه الخدمة، الرسوم الخاصة بهذه الخدمة، وأرقام تواصل للمواطن عشان يجي له إشعار سواء على صفحته أو على الإيميل بتاعه أو على رقم الموبايل بتاعه المدة بتاعته. كل هذه المنظومة الإيجابية هي منظومة الدولة، مصر بتقدم
وليست المعصرة فقط ولكن كل أحياء مصر. معالي الوزير المحافظ مهتم بذلك جدا. معالي الوزير المحافظ خلال الفترة اللي فاتت كان موجود ومتواجد بنفسه لافتتاح مراكز التكنولوجيا لخدمة المواطنين، وبيؤكد على أن المواطن لابد أن يتم استقباله وعمله والتعامل معه بمنتهى الاستحسان ويلقى خدمته في الفترة الزمنية المحددة. طب محمد بيه، طيب عايز محمد بيه، طيب حضرتك بتكلمي طبعا، اللي انا بسمعه من حضرتك ده خلاص احنا كده بقينا في كوكب جديد وليس في دوله جديده. الكلام اللي حضرتك بسمعه منك ده، ده ما معناه ان دلوقتي مش هلاقي الطوابير في الاحياء واليوم كله راح من غير حتى ما اخد ورقه، او ان انا عايز اطلع رخصه ممكن تاخد الرخصه مني دي حوالي 8 شهور لسنه زي ما كان بيحصل في الشهور السابقه والسنين اللي فاتت. كان يوم عذاب، يوم بنروح الاحياء او الحي عشان نخلص مصلحه، وللاسف الشديد المصلحه ما كانتش بتخلص، وكنا ممكن نقول ان ممكن لو في حاجه من تحت الترابيزه تعدي. خلينا نكون صراحه شويه مع المواطنين. الكلام اللي حضرتك بتتكلمه ده كلام مهم جدا، ولو ده حصل بالفعل يبقى احنا مش ارتقينا كمان بالمواطن، ارتقينا بالدوله ككل. توضيحا لحضرتك، المراكز التكنولوجيه لخدمه المواطنين مجموعه شباب دربوا على برامج لتقديم الخدمه، ما هوش اللي بيأدي الخدمه يا فندم. يعني هو النهارده المواطن بيجي جايب معاه الملف بتاعه للحصول على ترخيص او الحصول على تصريح حق او الحصول على خدمه ما، محضر المستندات بيقدمها للموظف على الشباك، الموظف ده مش بيأدي له الخدمه، الموظف ده بيستقبل المستندات طبقا للقانون وبيضعها في ملف ويوصلها للاداره المعنيه باداء الخدمه. ليه كده بقى؟ اصبح في فصل المواطن المؤدي طالب الخدمه عن مؤدي الخدمه، فبالتالي مش هيبقى فيه تجاوزات ولا سلبيات او اخطاء بشريه. اخطاء بشريه بمعنى ايه؟ كان في السابق في السنوات السابقه المواطن اللي عايز يرخص مثلا رخصه محل يستقبل يخش المكتب بتاع المحلات ويقابل مهندس المحلات، ومهندس المحلات يقول له هات لي مستند واثنين تمام فعلا صح، يجيب له المستندات يقول له اه ده انا نسيت اقول لك مفروض حضرتك انت في سن التجديد هات لي الاعفاء من التجديد، اه معلش عفوا انا نسيت اقول لك محتاج منك بيان من التامينات ان انت امنت على نفسك. فكده بيعتمد على سواء ذاكره الموظف اللي موجود تمام أو تمام سلوكياته سواء كانت فيها سلبيات او هيوصل فيه بعد كده لسداد مبالغ غير مبرره عن الخدمه. لكن النهارده بقى فيه شفافيه حضرتك. طب المواطن المصري البسيط اللي هو لو انا حبيت اشتكيت، حصل لي موقف واشتكيت، هل الشكوى ليها جدوى وليها مردود داخل الحي؟ الشكاوى بتتابع كمان يا فندم من الجهات العليا من الجهات الاعلى. النهارده المنظومه دي بتبقى شكاوى بتبقى على صفحات على لينك بيجي من كل الجهات بتتابع بتشوف الاحياء دي معدلات الشكاوى اللي جت فيها ونسبه الردود وكم رد عليه والشكوى دي اتاخرت ليه، وبتيجي جهات متعدده بتراقب على هذه المنظومه. احنا عايزين نقول بمنتهى الامانه، بمنتهى الامانه في جزء ايجابي جميل جدا جدا في الدوله. النهارده في مواطن بيدخل مش مصدق المكان والكيان اللي بيتعامل كويس جدا. كويس كويس طبعا كويس جدا. دور المراكز التكنولوجيه في المواطنين دي نقله حضاريه، ودي الصوره الايجابيه للعمل في المحليات وتقديرا للمواطن. مصر بخير، مصر بتتقدم باولادها وبحاجه المواطن. طيب ضيوفنا عايزين يوجهوا لحضرتك سؤال. المستشار لطفي فياض عايز يوجه لحضرتك سؤال طبعا. معاك يا فندم. يا محمد بيه، احنا مفيش ازالات تمت نهائيا بعد حضرتك ما سبت الحي تماما، تمام؟ الشوارع كلها مقفوله يا محمد بيه، الشوارع كلها غرقانه بالميه، الشوارع كلها مليئه بالتكاتك، مفيش اي منظر جمالي حصل بعد حضرتك ما سبت الحي. انا قلت من البدايه ان انا علاقتي بحضرتك كلها سلام فقط لا غير، لا في مصلحه ولا في اي حاجه مشتركه بيننا. قلت الكلام ده قبل ما نطلع الهوا. بس انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، التواصل من سمات المجتمع المتحضر، التواصل مع المسؤول. احنا النهارده موجودين مع بعض، ايدينا في ايد بعضينا، المسؤول اللي موجود النهارده على راس الحي، انتوا كمجتمع مدني تتواصلوا يا فندم في مشكله في الشارع كذا، اكيد الزميل الفاضل واحيي فيه يعني عمله ودؤوبه فيه، اذا كان في نقطه هو مش شايفها حضرتك بتوضح
وبتبقى في تواصل بين حضراتكم، فاتمنى الا نغفل التواصل بيننا وبين المسؤولين، يبقى في لقاء وهو يعني اعلم تماما ان الزميل اللي موجود حاليا مخصص ايام معينه للقاء المواطنين وبيلتقي بحضراتكم، يا ريت تقابلوه وتوضحوا له اكيد الايجابيه دي والتواصل ده كلام مهم جدا. هيتم انتهاء القضاء على كل مشكله حضرتك بتقولها، واؤكد لحضرتك ذلك، وانا اؤكد ان هو افضل مني، وانا يعني انا فرد بحط طوبه على اخر طوبه سليمه بناها القيادات اللي قبل مني، وانا بشكر القيادات اللي قبل مني واللي بعديه كمان يعني. بشكرك. محمد بيه، عايزين نسال حضرتك برضو عن مشكله التوك توك، اذا كان في حلول ليها. اظن الاعلام كان نشر هذه الحلول يعني، وانا اقدر من ان انا اتكلم على حلول التوك توك، لان في جهات اعلى بكثير جدا جدا من رئاسه الحي، وكان المقترحات والحلول مطروحه وموجوده في كل يعني صفحات الاعلام والمواقع الاعلاميه، ونامل ان ده يكون شيء كويس يرضي كلا الطرفين، سواء اصحاب التوك توك في الاعلام او في ان هم يستغلوا، والمواطن اللي محتاج لهذه الوسيله، بحيث يبقى فيها ضوابط في بشكرك شكرا جزيلا طبعا الاستاذ محمد فؤاد رئيس الحي المعصره السابق، وطبعا بيتكلم بكلام مهم جدا، اتمنى طبعا ان اي كلام يتقال في الاعلام مش عايزين يبقى زي السابق، يعني حتى اللي كان المنتج اللي كنا زمان بنطلعه في الاعلان هو منتج مش مسوق، يعني مش شغال، فبنطلعه في التلفزيون عشان يشتغل والدنيا والناس تشوفه. اتمنى بقى ان ما يبقاش زي الاعلام قبل كده، ان الكلام اللي بيطلع دايما في الاعلام واللي بنروج بيه دايما يبقى كلام معسول، زي اللي طلع مسرح شعره ولابس كويس وظهر بشكل كويس، فهيبان قدام الناس انه كويس، ولكن خلف الابواب المغلقه مواضيع تانية مختلفه. اتمنى فعلا ان الكلام اللي اتقال من رئاسه الحي دلوقتي، لان كل ما بعدي قدام الحي بلاقي طوابير كامله، وفي الاخر تلاقي المواطن ما عملش اي مصلحه جوه اليوم اللي ضاع ده. في نقطة برضه يا استاذ حاتم عايز اضيفها، هي اضافة للكلام اللي قاله محمد بيه، هو بيقول ان في مراكز تكنولوجية تمت وفي موظفين مدربين، بس الموظفين ما عندهمش الدافع المعنوي الداخلي انه يبدي المساعدة الكاملة للموظف، هو شغال على اساس ان هو بيستلم ورق. طب انا لما بستلم الورق دلوقتي، المواطن اللي رايح بيقدم الورق دوت حاسس ان في بينه وبين الراجل دوت حاجز، لانه ما بيفهموش وما فيش عنده مرونه انه يفهمه الكلام. هو بيستلم منه ملف يقول له اه الملف فيه 1 2 3 الورقه دي ناقصه، هتعلم الحته الفلانيه ويجي. التقصير ده منين يا استاذ يوسف؟ التقصير ده راجع من الرقابه وراجع من الجهات الاداريه اللي في الدوله اللي بتعين الموظفين اللي هم الشباب. آه. طب انا عندي مشكله بقى في تعيين الشباب وكمان اللي تحت السن في جميع المنظمات اللي موجوده او جميع الحكومات اللي موجوده، الشباب لا غنى عنهم، ولكن هل يتواجد الشباب ونركن الخبرات على جنب؟ لا، الحل الامثل للموضوع ده ان الخبرات يعملوا دورات تدريبيه مكثفه كل في تخصصه للشباب، للشباب اللي هيتولوا الادارات دي. تمام، ده الحل الامثل. هو انا عشان بقى في يكتسب الخبره منه، نقطه مهمه بقى في دي، ويقدر يوزع الخبره ديت بالفعل مش بالقول. انا عايز اوصل كمان للشباب نفسهم يبقى عندهم درجه لاستيعاب الكلام من الكبار من الخبرات، يقدروا يستفيدوا، ولكن سرعه الشباب في اتخاذ القرارات واتخاذ لا انا قعدت على كرسي وان انا رئيس المجلس وان انا كذا كذا، ده بيضيع حاجات كتير جدا. لا، وفي عندنا امثله، في عندنا امثله طبعا بدون ذكر مواقع او جهات اداريه، في جهات في الحكومه وجهات جامده جدا بيتولى رئاستها شباب، وعندهم فكر متقدم جدا جدا، وعندهم فكر خدمي للمجتمع ولصالح المجتمع من خلال المجتمع. الفكر دوت بيجي من ايه؟ بيجي ان اللي ماسك الوظيفه القياديه ديت هو بيبتدي يتعامل مع الموظفين اللي عنده ان هم شغالين معاه مش شغالين عنده. في فرق جامد بين ان الموظف شغال عند رئيس الحي مثلا او شغال مع رئيس الحي. لما يكون شغال مع رئيس الحي هيبتدي يتحمل المسؤوليه وهيبتدي يقدر يصدر قرار في صالح المجتمع. لكن اي موظف دلوقتي بيخاف يصدر قرار، بيخاف ياخد خطوه دي ايجابيه. دي فعلا دي حاجه مهمه، ان اي مسؤول دلوقتي حتى موجود في اي جهه دلوقتي ممكن يبقى شايف فعلا ان ده صح، بس خايف يحط الامضه، خايف يوقع. ليه خايف؟ في المسؤوليه الكامله عليه. ليه خايف؟ لان دلوقتي في عدم ثقه في النفس. انا المفروض لو موظف ماسك قياده في
جهه مجتمعيه او في جهه اداريه، المفروض ان انا ابقى عندي علم كامل بكل الاداريات اللي بتحيط بالموضوع ده. طيب، شيء مهم جدا وهو اتخاذ رئيس النقابه، النقابه الفنيه، الفنان هاني شاكر، الاستاذ هاني شاكر، بوقف كل من هم الاغاني الجديده شيكا وبيكا وحيكا والحاجات، الاسامي الغريبه اللي نزلت علينا، وكمان يا ريت حتى الصوت ده سبحان الله كمان، يعني ربنا احنا ما بنعيبش على اشكال حد ولا شكل حد، ولكن سبحان الله بنشوف هيئه غنائيه بيجمع عليها طوائف الشعب المصري ما بين سيدات واولاد وشباب وهيصه وزنبليطه، وبيلم كمان مشاهدات على اليوتيوب اقوى من اي حد بيطلع يقول درس تربوي للولاد. الكلام دوت يرجع ليه؟ يرجع للتفكير المجتمعي اللي خاص بالشباب. في مجموعه من الشباب تفكيرهم متاخر، ما عندهمش اي طموح ولا عندهم اي رؤيه مستقبليه، مع العلم ان الدوله دلوقتي ابتدت تعمل دورات تدريبيه وابتدت تعمل مؤسسات مجتمعيه عشان تضيف الوعي للشباب اللي من خلاله يعمل كوادر تتولى قيادات. ما هو المشكله ماشي، ما هو ممكن ده يبقى بيحصل، ما هو ممكن ده ممكن يكون بيحصل ده يا سياده المستشار بيحصل، ولكن من جهه ثانيه زي اللي ايه يقول لك ناس تهد وناس تبني، يعني ناس عماله تطلع وتنتج وتعمل دورات تدريبيه زي ما السمير يوسف بيقول، الاستاذ يوسف بيقول، وحضرتك ناس ثانيه من تحت عماله بيكا وشيكا وخربت الدنيا خالص. انا اقول لحضرتك يا استاذ حاتم، المنظومه دي كلها بالكامل سببها فشل منظومه التعليم. احنا ما عندناش منظومه تعليم وما عندناش تعليم من اساسه. احنا لو قعدنا طول النهار بقى فما عندناش لو قعدنا مثلا عايزين 3000 حلقه عشان نتكلم، شيل التابلت حط التابلت، انا عايز اضيف نقطه مهمه، عايز اضيف نقطه مهمه، لكن احنا ما عندناش منظومه تعليم، ودي السبب الرئيسي. انت ذكرت كلمه مهمه، التابلت، اللمبه الجاز زمان طلعت علماء. طبعا كانوا ناس كفيفه في العلم وطلعوا ادباء وعلماء. النهارده تكييفات وتابلت وعربيات وسيارات وموبايلات وتكنولوجيا واتصالات هو مفيش فايده، مفيش تعليم يا استاذ حاتم. في حاجه برضه عايز اضيفها يا استاذ حاتم، ان طبعا الفنان الكبير المطرب هاني شاكر هو قامه في الغناء طبعا هو رمز كبير، وانا زي ما قلت في الحلقه السابقه ان انا اتوقع ان البرنامج هيعتبر طفره. ده احنا لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده الحلقه الثانيه يوم طفره في البرامج الحواريه على مستوى الوطن العربي، وكون ان فنان ليه وضع كبير وقامه كبيره زي الاستاذ هاني شاكر يستمع لراي سياده المستشار لطفي ويعي الراي دوت وياخد خطوات ايجابيه فيه بان هو يزيل انواع من التلوث في الغناء، لان التلوث فيه انواع كتير. في حاجه مهمه، في حاجه سياده المستشار، فانا احيي البرنامج بجد، يعني انا زي ما انا توقعت ان هو هيكون ليه طفره. طب ما انا عايز اقول حاجه، طب ما هو الفنان الكبير، الفنان الكبير هاني شاكر، ما هو شايف المغنيين، انا مش عارف اقول عليهم مغنيين ولا يعني الناس الغريبه ديت، شايفهم بقى لهم فتره، بس الحمد لله. لا زادي هو الحلقه كان ليها صدى. اللي بيزعلني في الموضوع ايه، ان انا بلاقي امهات، مش بنات، امهات بتردد الاغاني دي وللاسف الشديد يعني بيرقصوا عليها كمان. انا بشوف ده بحزن. الولد الصغير ده انا عارف ان هو جه ورا الكلام دوت ليه، لكن الام النهارده بتردد اغنيه، انا بصراحه كده ببقى ماشي وبلاقي الام او بتسمعها او حاطه السماعات وبسم الله ما شاء الله، كلنا دلوقتي الموبايلات في الشوارع حاطه وعماله عارف نفسها ترقص في الشارع على الاغنيه. القصه دي هتتجنن وترقص. القصه دي عامله طيب، انا اقول لحضرتك على حاجه بس. هات لي اي شاب النهارده في الثانويه العامه او في الجامعه بيعرف يتكلم لغه عربيه، مش هقول لك يتكلم انجلش او فرنساوي او يتكلم لغات، لا هو اصل يعرف دي يا سياده المستشار موجود. لو كان بيحضر حصه اللي هو ما بيعرفش او يعرف يقرا ايه في القران، مفيش يا كابتن حاتم، مفيش تعليم، مفيش تعليم، مفيش تعليم. النهارده الطالب في الثانويه العامه ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض، خش على النت كده، ده انا بشوف حاجات على النت وكلام يعني مش ممكن، حاجات انت يعني دلوقتي تلاقي هدف الطالب ايه في التعليم تقرف. هدف الطالب ايه في التعليم وهو لسه في ابتدائي؟ الحاجه ام الاختراع. لا زمان زمان كنا بنتعلم او كنا في تعليم علشان في هدف معين هنوصله للتطور. دلوقتي الهدف الرئيسي تعلموا الاملة الاول، الهدف الرئيسي الهدف الرئيسي في التعليم دلوقتي هتلاقي الطالب يقول لك انا عايز اخلص عشان اخش مؤهل عالي عشان لما اجي اخش الجيش اخد سنه واحده.
وده راجع للاخلاق وللتربيه. ما هو لو الاب والام زرعوا في الولد او البنت قيمه الوطن وقيمه حب الوطن وقيمه ان انت لازم تذاكر عشان تطلع حاجه، معلش مش شرط كل واحد يطلع دكتور، مش شرط كل واحد يطلع مستشار، يعني معنى الكلام مش شرط كل واحد في ناس، معنى الكلام معنى الكلام ان التعليم دلوقتي هو سلعه استهلاكيه وليست سلعه خلاقه بنخرج منها جيل. ده كمان يا ريت سلعه استهلاكيه للاباء والامهات. ما هو اباء وامهات الدروس الخصوصيه بالظبط كده. ده دلوقتي من قبل ما يخش كيجي، من قبل ما يخش كيجي لازم ياخد دروس في كل المواد، هو اصلا عنده مواد عشان ياخد فيها حاجه. يا استاذ حاتم في ناس في اولى ابتدائي بتاخد درس في العربي وفي الدين. قبل اولى كيجي، ده كيجي 1 كيجي 2 ده لسه اولى ابتدائي، ده كيجي هات يعني لسه إيه؟ اللي هو بيتعلم يشيل الشنطه اللي فيها كراسه مفيش كتب، ده كمان فيها ده كمان حتى الكيجيهات فيها كتب مفيش يا كابتن حاتم. لازم يا جماعه، ده انا باشفر الكلمه الاخيره وبعد كده على وزير التربيه والتعليم، مش هو هيعمل ايه ولا ايه وزير التربيه والتعليم؟ لا ثواني بس ثواني. المدرسين قبل ما نشفق انت لسه قايل كلمه مهمه جدا. الضمير قبل ما اشفق هي النقطه دي بقى الاساسيه، كلمه مهمه جدا ليك نهايه البرنامج يا استاذ مشفق. عايزين نخلق صحافه واعلام وطني، احنا هنخلق حاجه كتير له مساحه كبيره واخد بالك في انتقاد الحكومه. انا شفت الفتره اللي فاتت دي ان ابتدت الصحافه وابتدى الاعلام ينتقد الحكومه بالفعل. تمام، شفت تفعيل لدور مجلس الشعب وان كان طفيف ولكن هي بدايه مطمئنه في محاسبه الحكومه، اتمنى تفعيل هذا الدور. كلمه اخيره طبعا. هو انا يعني ممكن اختلف نسبيا مع سياده المستشار في موضوع انتقاد الحكومه، دايما مختلف. هي الحكومه انا مش عايز ابص لها كنقطه انتقاد، بل ان انا عايز ابص لها ان انا اضافه راي ايجابي لاتجاه الحكومه. كويس. ليه؟ لأن الانتقاد معناه أن الحكومة ممكن تسير في اتجاه غير الاتجاه بتاع تنمية المجتمع، لكن الحكومة بتعمل كده، لكن في غياب الضمير أو الضمير. أنا باخد من حضرتك كلمة مهمة جدا وهي أن أنا أزود رأيي في الاتجاه الإيجابي ونزود. هو ده اللي احنا كنا بنقول كده. شفت حضراتكم بقى لما بنيجي ننتقد حتى بننتقد انتقاد بناء، مش هطلع امسك السيف والعصا واقول مش عارف ازاي المذيعين اللي بيقعد ساعه كامله يصدع دماغنا بصوت عالي وفي الاخر هو اصلا دماغه ما بتوجعوش من كتر الكلام. لازم نوصل المعلومه بشكل كويس، بشكل تتفهم، وفي نفس الوقت حتى كمان لما نيجي نعارض بنعارض بشكل مختلف، معارضه بناءه. ليه؟ عارضنا ولكن كان في بديل، قلنا نعمل كذا، التوك توك مش نشيله خالص ولكن يبقى ليه اماكن يعني تانية مقننة ليه. هو ده اللي كنا بنقول عليه. أعزائي المشاهدين استمتعت بحضراتكم جدا جدا، متشكر جدا لطاقم العمل المحترم مخرجنا الجميل وكل المصورين والمعدين الموجودين في قناة الصحة والجمال. أشكر شكرا جزيلا جدا ضيوف الكرام مستشار لطفي فياض والسفير يوسف سليمان، بشكركم شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين استنونا كل يوم اثنين ولكن من الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الاثنين ولكن مساء مفاجآت الراصد موجودة معكم أعزائي المشاهدين. أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.